اتفضل يا دكتور، مكتوب ايه في الجريده؟ قول يا حسن، ما انك شايفني تعبان. ما هو اللي مكتوب يا دكتور في الجريده هيريحك ويروق بالك. اقرا يا سيدي اقرا. شوف يا سيدي، مكتوب بالخط العريض البنط العريض: طبيب سوري شاب يجري عملية لأحد المواطنين، واخد لبال حضرتك، نسبة نجاح العملية قبل إجراءها 30%، ولكنها نجحت 100%. وشوف جوه مكتوب ايه. هات 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 شوف. أو ايوه اهو 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 شوف. على فكرة يا دكتور، انت تستاهل اكتر من كده 2000 مرة. يا سيدي هذا الخبر بيسوى مليون ليرة. مليون ليرة ايه؟ قول مليون دولار، مليون درهم، مليون استرليني. انت وشك حلو علي كتير يا حسن. وعشان وش حلو عليك انا عازمك دلوقتي على الغدا. انا اللي عازمك. لا يمكن، انا اللي هعزمك. احلف بسماها وبتربها، احلف بورودها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه، مغيب الشمس العربيه، طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبترابها. هاي هي سيارتك؟ هاي هي سيارتك. شو؟ يعني ما يعني كانت حلوة هي؟ يعني ما بعرف، مو تبعنا، مو تبعي. معقول؟ هذا تقرير شرطة حلب. العمى لك حتى قلب السيارة والموتور مكسرينه. تهشيم سيارة العقيد، تهشيم. واضح انه عمل انتقامي ومبني على غل كبير. تصور، سيارة العقيد ضلوا ساعتين وهن عم يكسروا الموتور، بعدين حرقوها. آثار لسيارة ثانية. طبعا جايين سيارة تانية، لأنه بشو بده يرجعوا بعد ما كسروها وحرقوها. وكل البصمات غائبة. ما في بصمات؟ الخبير متوقع إنه ملحوش هنيك من أسبوع تقريبا. يعني تاني يوم سرقت في السيارة. هذا بيعني اللي سرق السيارة ما له حرامي عادي، يعني ناوي يشفط فيه أو يهرب. لا لا سيادة العقيد، اللي عامل هالعملة قاصده لناصر زينو، قاصد ينتقم منه، يبكيه. نحن اسفين يا سيد ناصر. تعال شو الاسف، لا بالعكس، الله يعطيكم الف عافيه، بس ليش جبتوني لحتى اشوفها؟ سيارتك ولازم تتعرف عليها. او تعرفت عليها؟ لازم تشيلها من هون ترجعها معك على الشام. ولك شو بدي اعمل فيها بالشام هاي؟ شو بدي اعمل فيها بالشام؟ اذا ما فيك تستفيد من قطاعك تتلفها بمعرفتك. ولك اكثر من هيك تلف، كمان بدي انت معي على الشام؟ للاسف بدك ترجع مع القسم وتوقع قسيمة الاستلام. الظاهر مانك مأمن عليها تأمين شامل؟
لك ليش انا معي تامين امن على حالي لحتى امن على السياره؟ العمر مصيبه. لك يا ريتكم ما اصريتوا تجوا معي، يا ريتني شفت على حالي هالشوفه. يا ريت. بوس ايدك. لا تبكي ابو جب، لا تبكي. لك شو ابكي؟ معقوله في غل لهالدرجه؟ لك في حدا بيكرهني لهالدرجه؟ العمر مصيبه. لك سرقوها ماشي حال، اخذوها تسلوا فيها ماشي حال. طب يرجعوها مثل ما هي؟ لك مو معقول. اللي عمل فيك هيك يا سيد ناصر حاب يأذيك، مشان هيك كسر المحرك حرق السيارة. لعم على الحكي، سمعتي؟ لك أنا بحياتي ما أذيت حدا. مين هدو انتقم مني؟ يخرب بيته. لك الله يجعله مثل السيارة. اللي سرقوا السيارة لازم يمسكوا يا نقيب سليمان، وسهل كتير أنه يمسكوا. كيف سيدي؟ رح قلك كيف. هدول أكيد في تار بينهن وبين ناصر زينو، لأنه ما سرقوا السيارة ليستفيدوا منها، لا، سرقوا السيارة ليحقوا قلبه. بمعنى تاني هو الوحيد اللي ممكن يعرف مين هنه. بس احنا سألناه هديك المرة وقال انه ما بيشك بحدا. انسى انسى كل شيء قاله ناصر زينو. هو كمان لازم ينسى، لازم ينبش في ذاكرته، لازم يدور مين بيكرهه، مين بيحقد عليه وممكن يعمل فيه هيك. مزبوط سيدي، اذا هو ما ساعدنا راح يضل الفاعل مجهول. مزبوط، ونحن هاي كلمة الفعل المجهول منكرهها، يعني ما له وردة بقاموسنا. ولا أنت شو رأيك؟ طيب سيدي بتحب نستدعي؟ يا ريت. استدعي لمكتبك وبس يجي أنا بدي أحكي معه. أمرك سيدي. الله معك. شايف هدول اليونين؟ إنني لك هدول؟ هدول اسمهم المصاطر. ايوه هدول بتورجيهم للزبون انت. لما هو بيطلب نوع انت بتوصي واحد من هدول الشباب الشرقي اللي بيطلع بجبلك يا من المستودع كم متر. هلا هدول برادي ولا وجاه علاطر؟ لا هدول اللي هون برادي، اللي هون بيجوا وجاه. هلا شوف هذا الزبون مثلا، هلا انا فحصته. أيوه. معلم تفضل لهون. هذا بسالة فيك. تفضل. اي والله شغلتنا ظريفه. قولتك عم نتسلى. ايه وغير هيك عم نبعد العين عنا. شبك مزون؟ مو على بعضك؟ ما بعرف، ما بعرف لك نزار، ماني قدران شيل هالبنت من راسي. لك الله يسترك اوعك موفق يسمعك. لك هو لو حابب بهالزمانات كان قدر. لك يا اخي اذا بده يحب وينزل بلاه الحب من اصله. تعرف نزار؟ شو؟ تعرف انه لهلا ما لقوا السيارة؟ شو عرفك؟ كانت اختي قالت لي نحن ما لازم كنا نغمق فيها لجوا. قولتك بجوز بسنة ما يلاقوها هلا، وبعدين حتى لو حدا شافها بالصدفة شو راح يقول؟ سيارة محروقة وملحوشة. كان لازم نحطها قريبة من الطريق العام حتى يشوفوها بسرعة. يا لطيف شو حقودي، مثل ما قال موفق. ايوه ولأني حقودي بتكون تفضوا الشركة معي انت وموفق. مزون شغل شغل يعني، لا تزعل. كتير متغير لك نزار. خلاص موفق حطك تحت باطه؟ ما حبيتها منك مازين. عموما انا مو فرقاني معي، بدك تقول له الموفق قل له لا انت ولا هو بتقدروا تطالعوا هاي البنت من راسي، وانا ما رح حل عنها لحتى ينشفى غليلي. وشوفها عم تبكي دم قدامي وتترجاني. شو يعني بدك تبطل الشغل معنا؟ انت هذا اللي بدك اياه مو هيك نزار؟ رفاق يا مازين. عمله كتير، عمله كتير. قل له لموفق ولا ما قل له؟ بس إذا فرطناها أنا اللي رح أكلها. هذا أبوه مليونير والتاني أبوه مدري شو مدري شو.
هالمصاري شو بتساوي؟ عجين عجل الله يصطفل فيهم. مو بس الله يعني أنا كمان بدي أتكفل فيهم، لكن معقول يتركوني يعملوا هيك بشقة عمري وسنين عمري وفرعة ولادي؟ ليش أنت بتعرفهم بابا لتتكفل فيهم؟ لازم أعرفهم بابا، أنا لازم أعرفهم، لازم أعرفهم. رفقاتك بالوظيفة؟ الله يطلعوا هني يا ريت، أيمن كان يكون والله ما يعلم الإيدي العطر طبي إخواني يوم موته. إيه والله بيطير العقل. ايه ولسه ما شفت شيء. منعيش ومنشوف. بتعرف شو؟ هلا كمان رح فتلك بالجانب الثاني هنيك وبعدين نطلع على المطعم. يا الله المصاري شو بتساوي؟ كيفك؟ اهلا وسهلا. تفضلي. انه انتم ما بتقدروا ما تتاخروا هيك طبعا. شو بدك تساوي؟ لا ستي بدك تغيري لي اياه هذا الطبع. بعدين تلحق عليك، لو ضليت على موعد الساعه 12 الظهر كنت بتلاقيني هون 12 الا ربع، بس انت غيرت الموعد لست المساء. هلا شو دخل تاخير الموعد بالتاخير؟ المهم اني اجيت، ما هيك؟ اهلا وسهلا فيك، شرفتي. قوليلي شو بتحبي تشربي؟ مثل ما عم تشرب. جرسون جيب لي واحد تاني اكو. ايه شو بتخبرنا؟ والله الاخبار عندك. انا بعدني مثل ما انا، امبارح سهرت عند خالي للساعة واحدة بالليل. تعبان المسكين، تعبان كتير. قلتي له انه 3 ملايين ليرة رح يتأمنوا؟ لا ما قلت له شيء، لأنه مبلغ بالشنطة. يا الله، يعني ما صار لسحبتون؟ الناس لبعضها يا رانيا، بعدين نحن مو مثل كل الناس. لكان مثل مين؟ قولي انت. عملت لي وصل أماني لحتى وقع لك عليه؟ على كل هاي هوت. عيب، لا تطلع شيء. أصلا ما بيصير يكون في بيناتنا وصل أماني بهيك مبلغ تافه. انسي راني، بعرف انه بيني وبينك ما في فرق، بس هدول المصاري لخالي. قلتلك انسي. تعرف اني ما عم صدق؟
شو اللي ما عم تصدقي؟ انه في بالدنيا ناس مثلك. بقصد في فرق كتير بينك وبين سلافي، بينك وبين الناس اللي نصبوا على خالي. انا ما في فرق بيني وبين الناس اللي نصبوا على خالك، بس انت اللي في فرق كتير كبير بينك وبين كل النساء اللي قابلتهم بحياتي. عرفت كتير ما هيك؟ كتير أكتر من نموذج، بس أنت غير شكل. وأنا مو مثلهم؟ أكيد لا. بتحبي تعدي المصاري؟ عيب راني. ماشي، بس أوعك تنسيها بالسيارة. اسمع مني وخليني عرفك على خالي. ولا نص كلمة. مع مين عم تحكي؟ مع وصال، بدي شوف إذا جابوا السيارة. ليش السيارة مو تحت؟ ألو مرحبا، بالله ممكن أحكي مع وصال؟ روعة. بيكون أخذها على التصليح، أكيد كاسرين فيها شيء. مرحبا وصال، كيفك؟ جبتوا السيارة؟ شو هالحكي؟ وصال شو بكي؟ لك شو في؟ طيب طيب، حاش تبكي؟ هلا بيجي لعندك. لك حاش تبكي، جاي جاي. ليش عم تبكي وصال؟ طلعوا على حلب ليجيبوا السيارة، لقوها مكسرة ومحروقة. ما شو؟ اللي سارقين السيارة مكسرينها وحارقينها. عاملين فيها حادث؟ لا قصدهم. ومين هدول؟ لهلا ما عرفوا. لا 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 لا، يا حرام يا حرام يا حرام، لسه امبارح كانوا عم يرقصوا ويغنوا وصارعين البناية صرع. اسمح لي بابا انزل لعندها لأنها كتير متضايقة. لا لا، إذا كان هيك أنا لازم انزل معك. يلا دقيقة، لأنه شغلي فيها تعزائي، بس لألبس جاكيتي. مسكين يا عمو أبو جمال. أنا صار لازم أمشي. شو مشان بكرة؟ خليها لبعد بكرة. وبكرة بدي روح مع خالي منشان ندفع المصاري للجماعة. ما بقدر أمن عليه يحمل هيك مبلغ وهو بهيك حالة. إيه شوفي، إذا تعبان لازم تروحي معه. ووقت اللي بدي إجي شوفك رح جيب بنتي معي، وإذا ما بيطير عقلك فيها ما بيكون اسمي رانيا. يا عيني عليك، معناتها رح أشتري لها لعبة وجيب لها إياها معي. لا لا تعذب حالك. لا ما بيصير، شو هالحكي؟ نلتقي هون؟ مثل هالوقت. مثل هالوقت؟ تسمح لي؟ خليني وصل لك الشنطة لتحت. لا والله ما بتعذب حالك. لا أعوذ بالله ما بيصير. يلا تفضلي. جرسون شرفي. يا راس استاذ. عذبت حالك، ما تواخذني دخيلك. ولو اهلا وسهلا. شرفي تفضلي. هاي خليها جنبك. الله معي. يخرب بيته. مين هاد؟ مين هاد؟ هذا مين هاد ابن الحرام؟ بيخطر باله يعمل هيك عملي؟ مين هاد ابن ال... استغفر الله العظيم. بابا؟ ايه؟ اجا عمو رؤوف. ايه هذا هو، هذا هو، ما في غيره. يا الله هذا هو. روحي روحي بابا، روحي لحقك روحي. رؤوف رؤوف رؤوف، ما في غيره. وليش حتى ما يعملها؟ بيعملها. هو ما رضي يعطي بنته لاخي وبده يطالعني من بيته. هاد ايه بيعملها وصدقيني بيعملها. هو بيجلدني
وبياخذ البيت. طولي بالك وسام، طولي بالك. مساء الخير. أهلين وسهلين. سلامة راسك أخي أبو جمال. ليش مين ما؟ بابا عمو رؤوف قصده على السيارة. السيارة ماتت. السيارة ماتت، حياتك الباقية يا سيدي. شرفوا عزونا، شرفوا. سيدي شدة وتهون. الحمد لله. لا فرحونا وقالوا لنا شو قلنا لأول السيارة. فرحونا بس ما قالوا لنا انه كانت ميتة، ما قالوا لنا انه ما كان فيها روح بنوب وشبعان يموت. بتعرف ليش قالوا لنا هيك؟ مشان روح براسي اما اتكلف وانت عم مشوار من هون لاخر الدنيا بحلب، جيبها لهون على الشام ودبر لها بر، يعني فوق حقه دقه. لك سيدي شده وتهون. ايه لا ومكسرينها تكسير، عم طحبشينا طحبشه، الحديد من جوا قايمينه مثل الجرابه قلبينه. لك حل حتى علبة السرعه رايحه نيفه. شده وبتهون. اي بس يا ريت طلعت ضيعه، يا ريت طلعت ضيعه، ما شفتها شوفي. اي والله طحبشينا طحبشه. لك حارقينا، شو الغل شو الحقد كمان. شده وبتهون. لك انت ما عندك غير شده وبتهون، شده وبتهون، شده وبتهون. ما عندك غير هالكلمه شده وبتهون. بذمتك بضميرك بإيمانك، أمنتك وأمنت الصعبة، أنت ما بتعرفه اللي سرقها ومطحبشها وحارقها؟ قلي قلي، ما بقول لحدا، والله ما بقول لحدا، أقول. لا يا أبو جمال، الله يسامحك. على العموم أنا مقدر الوجع اللي أنت فيه. وجع؟ الله يسامحك أنت يا سيد رؤوف، الوجع قال. لك وجع كلمة صغيرة وبادة على الشيء اللي أنا فيه هلا، الوجع لك كل الدنيا بتنوجع بالطيب إلا أنا. لك عيوني مع تلفيف مخي مع قدري مع لساني مع حلقي مع معي كله صليفتي وبعضه هلا. طول بالك عمو ابو جمال، لا تعمل بحالك هيك. لك والله يا عمو مو انا اللي عم بعمل هيك بحالي، والله هن اللي عم يعملوا فيني هيك، انا ما بعمل شيء بحالي. لك يخرب بيته. طيب لك طيب هلا يعني سرقت السياره. سرقه بس ليش طحبشها؟ لك اتركها مثل ما هي، بركي احتجتها مره ثانيه. لك بركي يعني تعال اسرقها مرة تانية، تعال اخذها من عيوني، انا بوصلك المفتاح بيدي على البيت. تعال لك ببوس ايدك بقى مشان الله. والله جن، والله جننوني. لك تضرب السيارة وساعتها. الله يلعن كل ابن حرام، الهي الله يلعنه كل ما في بلبه شفاء ورحمة يا رب. لا انت هيك عم تسبني يا ابو جمال. لا يا سيد رؤوف لا، ليش انت ما في بلبك لا شفاء ولا رحمة، انت عم تشرشر شفاء ورحمة شرشرة. قومي روعة، قومي خلينا نمشي. الظاهر انه عمك ابو جمال لساته تحت تاثير الصدمه. بكير يا جماعه مشان الله ما تعذبوا علي يا ابو جمال. وي عليك يا حبيبي. بابا انا ديار بابا. لا والله تعمل هيك بحالك. ابو جمال ببوس ايدك، ببوس ايدك، ببوس ايدك يا ناصر. اعتبر انه السياره ضاعت وما التقت، انسرقت وما رجعت. لك توبني حياتك اهم عنا ببوس ايدك. بابا ان شاء الله عمرينا السيارة، ولك عمرينا السيارة. اي والله عمرينا بابا، اي والله عمرينا. لك والله فداكم 100 سيارة، فدا رجليكم 100 سيارة. لك بابا خلص معلش لا تخافوا بابا، انا هيك والله اعصابي تعبانة، ما عم بعرف شو عم فكر ولا عم بعرف شو عم بحكي ولا عم بعرف شو عم ساوي. معلش بابا الله يرضى عليك وخلص كل شوي لحالي. قومي انا الله يرضى عليك. لا حبيبي الله يرضى عليك، لا تشوفوا بابا هيك مهزوز، بس انا متضايق شوي حبيبي. روحوا نام الله يرضى عليك. تعال جهة يلا فوتوا ناموا مباشرة. يلا حبيبي الله يرضى عليك. يلا معلش ما تضايقوا مني بابا، انا عصبي تعبان. يلا حبيبي يلا الله معك. صباح الخير. صباح الخير. شو عامل بحالي؟ لك شو عامل بحالي؟ لا حول الله ولا قوة الا بالله. لك عم يتهمني بالسيارة، ما سمعتي؟ يا بابا انه المصيبه عاميت وعمي. ايه تعمي، انا شو خصني؟ انا اللي نسيت المفتاح بالسياره. يا بابا انت بتعرف قديش تعذبوا لحتى اشتروا هالسياره. ايه قل لي بشتري له واحده فورا.
بتعملها بابا؟ ايه بعمل ابوها، بس بدك الحقيقه ابو جمال ما بيستاهل، لا هو ولا اخوه الدكتور، هذا الدكتور وائل. اخوه الدكتور؟ لك ايه، لكن انا يتهمني بسرقتها؟ ايش هو انا اهل كابوني؟ اللي شفناه تحت هلا منه هيدقني اذا بيطلع الضو وفيه ذره عقل. لا ما اعوذ بالله، قول هي لحجن، انا لحجن رسمي يلعن على ابو السيارات وسعه السيارات. لا ما عاد بيفيني ولا فيوز، لا انا اولادي اهم وصحتي اهم وعافيتي اهم، ولي كل شيء الا بيتي. الله يعدمني 100 سياره الا بيتي. لازم اهدى وروق وفكر على مين مالي. لا لازم ركز، لازم ركز، لازم لازم ركز. بدي اهدى ضروري افكر، هلا هلا حيطلع معي، يعني هلا حيطلع معي. اهدى اهدى ابو جمال، اهدى اهدى اهدى. معقول اللي عم تحكيه؟ والله يا استاذ اعطيني الصبر، اول مره بحياتي بسمع بسياره بتنسرق وبيسوي فيها هيك. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. شو بدي اسوي؟ والله يا استاذ انت ما تشوف حاله السياره، قلبك بيبكي عليها، مطلعين موتورها هيك ناقصين ومعز، كيف لو زرقتها تحت صباطك هيك هيك. شفت يا ابو جمال، معناته في حدا قاصدك. اكيد اكيد، لانه معقول تنسرق السياره بدقيقه واحده ويصير فيها اللي صار؟ معقول؟ طيب بعرف مين؟ يا ريت. صدقني يا استاذ امبارح ما نمت الليل وانا افكر، فكره تاخذني وفكره تجيبني، فكره تاخذني وفكره تجيبني، لحتى عالي قال لي حاج رح اطق. بس وصلت لنتيجه ان الحسد استاذ، الحسد في ناس حاسديني لحتى عملوا فيني اللي عملوه. اكيد. لا لا يا ابو شباب، الحسد ما بيساوي هيك استاذ، الحسد بيعمل اكثر من هيك صدقني، والله بيعمل اكثر من هيك واكثر لسه. بس اللي اخذ السياره الله لا يوجه له الخير، ما عنده خبرني انا بدين حقها، وانا لسه علي اقساط 3 سنين منها. الشغله مو شغله حسد، الشغله فيها انتقام منك شخصيا. يا استاذ والله فكرت، رحت واجيت بافكاري خيرات الله، انا ما في عداوه بيني وبين حدا، ما في عداوه بيني وبين حدا حتى يسوي فيني هيك. لا وفقت اليوم الصبح لقيت تركي لي ورقه بزي الباب هيك انه انا لازم ارجع قسم شرطه العباسيين. شو بدي اروح اسوي هنيك انا هلا؟ شو بدي اروح اسوي؟ السياره راحت، شو بدي اروح اسوي؟ لازم تروح يا ابو جمال، بلكي لاقوا الفاعل. بربك معقول استاذ؟ ان شاء الله. اي والله علي ما علي يا استاذ كامل، بدفع نص عمري لاعرف مين هاد اللي عمله. طيب بتحب تروح هلا؟ لا استاذ ما في داعي، حاطين لي موعد الساعه 1:30 عندهم بالمخفر، اذا طلعت من عندهم قبل نهايه الدوام برجع، اذا ما قدرت اطلع. بكل الاحوال لا ترجع، واذا اعتذرتني شيء انا جاهز. كتر الف خيرك يا استاذ، كتر الف خيرك، انا والله كنت جاي لعندك لحتى اقول لك بس ليش امبارح ما قدرت اجي، هاي القصه. الله يخليك ما تاخذنا استاذ، بدك شيء؟ لا بس بدي تحصر لي مخك وتعرف لي مين هاللي ما برد لك الخير. اقول الله ان شاء الله يا رب. مع السلامه. يا سيدي انتو اصلا بكل هالمؤسسه مالي عداء غيركم انتو. اخي شو رايك اترك لك هالمؤسسه؟ غنانا الله، لكن المهم تحل عرقبتنا بقى. لك هيك ما ترجع السياره مثل ما قالت، ما ترجع على عمرينا، ما ترجع يا اخي. شو عليك؟ هلا انت متاكد سيارتك ما عاد فيها المخبز؟ لك انا عم بمزح، انا عم بمزح، انا عم بمزح. لك هاي تدور بحالتكم، انت عندك اولاد كثير، شوف مع مين متخانقين، مين اللي عنده تار؟ مو اولاده، بناته. بناتك حلوين الله يخلي لك اياهم، بلكي شي واحد قاصد يزعجه؟ ايه والله جبتها جبتها. انا بزمانه بنتي الكبيره ضربت واحد ازعر كف، قام كسر لنا كل شبابيك البيت، وقيمتها بنص الليل. او مثلا ابنك جمال اتخانق مع شويه زهران، قام ولطوا للسياره سرقوها وكسروها. لا تطلع فينا هيك ابو جمال، قل لي بصير ولا ما بصير؟ كل شيء بهالدنيا كل شيء. العمى شو متوحشين؟ كلنا ميتين رعبة على بابا، طول الوقت عم يحكي مع حاله مو مصدق اللي صار. نادية في زهران بحارتكم؟ وين ما كان الزهران يا أماني. طب ليه لا يحرقوها ويكسروها؟ هاد اللي ما حدا ملاقي له تفسير. بكرة إن شاء الله الشرطة بتكمشون، شو الفايدة؟ إذا كمشتهم الشرطة بدهم يدفعوا حق السيارة وهن عم يضحكوا ويلعبوا. يا رب بس مشان بابا.
تاي 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 تاي. شو للمدرسة لهون؟ ايه عازم دور على الغدا عنا. بنلعب بعدين الغدا. والله شو؟ لا انا ما بتغدى غير ببيتنا. ما اتفقنا انه غداك المسوى عنا؟ انا كمان قلت لماما لا تحسي بحسابي على الغدا. وانا كمان. يا حبيباتي. طيب يا خالة قليلي بركي ماني محضرة غدا انا. نتغدى جاهز. ليكم عيال بروس تدخلوا بتاي. أنا عندي فكرة أحسن من هيك. شو رأيكم حبيباتي هلا تروحوا على بيوتكم تحطوا هيك كتبكم وتشلحوا صداريكم وتغسلوا ايديكم وترجوا لهون؟ يلا بشوف. اشلحوا صدريكم حطوا شنطيكم. هذا أكيد مازن ما في غيره. مازن؟ مازن واحد حقودي. أنت كم مرة صديتي كان يرتدع؟ بعدين هو ملموم على شلة زعران وواحد منهم عنده سيارة. بتظن انه ممكن طالما الشغلة فيها حرق سيارة معناتها مازن ما في غيره. انت هلا لا تقولي شي لأبوكي، تركيني اتأكد بعدين بنحكي مع بعض. يلا روحي انت. باي. الله معك. وصحتين وهنا. انا ما بحب لك ولا انا. والله هذا الموجود عجبكم عجبكم ما عجبكم تصطفلوا. شبع وسلطه. شبه خالتك؟ ما بعرف ليش معصب اليوم. خالتك بخيله شي؟ لا. شو بخيله؟ ليش هي عم تدفع من جيبتها؟ بابا ماما عم يبعثوا لها مصاري. ما عندكم لبنه بالبراد؟ بلا يا خاله جيبي لنا لبنه وجبنة بيضة وزيتون أخضر ومي باردة لو سمحتي وهاتي مي لمي. الفاعلين اثنين على الأقل، واحد ركب سيارتك والتاني ركب السيارة التانية ليرجعوا فيها على الشام، بس طبعا ما تركوا أي أثر ولا أي شيء بقودنا إلهم. يا سيد ناصر طالما ما سرقوا السيارة ليستخدموها إنما ليحرقوها، معناته قصدهم يحرقوا قلبك بحرق السيارة، والمفروض انه انت اللي تعرف مين هن. وكيف يعني انا بدي اعرفه كيف؟ لانك انت الوحيد اللي ممكن يعرف مين ممكن يعمل فيك هيك. انا قلت لكم هذيك المرة. بس هالمرة غير هذيك المرة ابو جمال. هالمرة نحن متأكدين انه اللي سرقوا سيارتك انت بتعرفهم منيح. لك منين؟ هلا انتوا بس مسكوني اياه، يعني قالوا لي هذا هو اللي سرق السياره، واعطوني اياه لطبي خواليه، والله لا طالع روحه بايدي، الله وكيلك، والله العظيم ما بصير، لانه هذا اللي كان عم يكسر السياره كان عم يكسر عظامي وعظام اولادي معي يخرب بيته. بس كمان يعني هذا مؤاخذه، يعني اني اظلم حدا؟ والله ما مظلم حدا، ماني متاكد انا. بس نحن هيك ما فينا نساعدك يا سيد ناصر. اشو بدي اسوي؟ الله بيساعدني انا، الله بيساعدني. سالت حدا من اهل بيتك اذا في لهم اعداء؟ أو في لهم مشاكل مع شي حدا؟ قلت لي إنه في عندك بنات صبايا ما هيك؟ إيه عندي. أيوة أنت قصدك يعني إنه واحدة من البنات مثلا كانت ماشية بالشارع حدا تعرض لها قام هو سرق ال مثلا؟ لا والله ما خطرت ببالي هي مسألته، أنا ما سألته. بتريد نحن اللي نسألهم؟ لا سيدي شو تسألون أنتوا؟ لا يا حبيبي شرطة ببيتي يعني عدم مؤاخذة، أنا الشرطي الوحيد ببيتي، أنا بسألهم بفهم منهم، أنا ناقصني أنا ولي على قامتي. بس سيدي أنا يعني عدم مؤاخذة والله في سؤال عم يدور بذهني صار له زمان وحاب أسألكم إياه ولو إنه سؤال سخيف معليش. تفضل. هلا مو أنتوا مسؤولين عن أمن البلد، أمن المواطن، عن كل شيء، مو أنتوا؟ مبلا؟ يعني مو أنتوا المفروض تحموا ممتلكاتنا؟ هذا زعلنا ممتلكات يعني وسياراتنا، مو انتو؟ بالضبط. ها انت معناتها انتو لازم ترجعوا لي سيارتي اللي انسرقت، لانه اصلا انسرقت بسببكم.
وانت صادق ان سرقت السياره لانه بنتك تركت المفتاح فيها صح؟ بدك تحط شرطي على كل مواطن؟ لك لا، اعوذ بالله، هو المواطن ناقصه شرطه مسكين. هذا مؤاخذه، هذا مؤاخذه، انا سؤالي سخيف ما قلت لكم. الله معك. بدك شيء؟ الله معك. بدك شيء؟ مع السلامه. أمانة. مع السلامه. الله يسلمك. أنو قصة؟ قصة سيارة أبوها لنادية. رجعنا لك طارق، ما قلنا لك إنه ما لنا علاقة بهالقصة. أقعد قبل ما تقلي ولا لك. هي عاد. شوفني زهر، أنا هلأ طارق مو رفيقك. أنا هلأ واحد أنت ما بتعرفه منه. والمطلوب منك إنك تكون صادق معي. لأنك إذا كذبت أنا بزعل. وأنا إذا زعلت. ليه هيك عم تحكي معي؟ لسبب كتير بسيط. إنه أنت هلأ المتهم. وأنا عم حقق معك، وأنا مصر أخذ اللي بدي إياه منك. كيف كيف؟ بالزور بالإنسانية بدك تحكي. طارق أنا ما بسمح لك بهذا الكلام. أقعد وبدك تسمح لي. دريت إنه لو سيارة بس محروقة ومكسرة. عن جد؟ ما تاركين فيها شي صاغ إلا نمرتها النافع. وليه هيك عاملين؟ لأنهم حاقدين على البنت. أنو بنت؟ تعرف وين لقوها؟ وين؟ أنت قلي. وأنا شو بيعرفني؟ بيعرفك، لأنه أنت ومازن اللي سرقتوها، وأكيد كان معك صاحبك موفر. صدقني مالنا علاقة. قلت لي مالكن علاقة. وشو عرفك أنه مازن يكون له علاقة؟ إذا مازن عاملها كان خبرني وخبر موفى. شوفني زهر، طلع من عندي ما في قبل ما تعترف. منشان هيك احكي براحتك قبل ما بلش بسنانك. يعني انك تكسر لي سناني طبيعي، وانك مجنون لا غبار عليه هذا الكلام. بس يعني اني اعترف بشغلي انا مو عاملها وقول لك انه انا عاملها، والله صعبة. إزار، أنا حذرتك. لك أخي لا تحذرني، ضربني أنا بعلك ضربني. يا أزافي على رفقة بس. أنت هلأ مو رفيقي. رفيقي أنا غصب عنك. بس أنت ما حتميز ما بين رفيقك وعدوك. إزار، أنا ما اقتنعت. وأنا لما ما اقتنع يا راح. طيب طيب، شو رأيك اجمعك مع مازن وأنت تصرف أنت وياه لحالكم؟ لأنه إذا كان عاملها رح يعترف لك، لأنه بيعرف أنك مجنون وتاكله بلا ملح. وين بلاقي هلا؟ مشتغل كليات لمحل أولى موفق الحريقة. استناني لألبس برجلي. قبل ما تلبس طارق لا تقول لمازن وأنا خبرتك. الله يخليك، بتخربها بعدين، بتخربها بيني وبينه، بيني وبين موفق. طمن، ما راح أقول له إنه لك علاقة. طيب شو رأيك أعطيك حل أحسن؟ بدلك على المحل تتناوله هو وطالع بالحريقة قدام العالم؟ أخي بلا المحل، بدلك على بيته هو طالع من المحل على البيت بهالليل بتلطي له بالحارة وبتدق فيه. نزار أنت متأكد أنك ما بتعرف مين اللي؟ بزمتي ما بعرف يعني، بس ما بستبعد أنه ما زين يكون عاملها لأنه بيحبها للبنت كتير كان. وكيف ما بتحذروا مني؟ ليش لحذروا منك؟ إذا كان هو عامل الله ليقيمه يستاهل. أساساً أنا موفق مو راضيني على لا على أفعاله ولا على سلوكه، وعم فكر نقلعه حتى. شو؟ اتفقنا؟ فيك تروح على شغلك. ما حذرت، بدي أشرب فنجان قهوة بالأول. ماشي هوت. معقول السحرة اللي فيكي؟ معقول؟
انت اللي سحرتني مو انا. يا ريت يا ريت فيني اسحرك، كنا كتبنا كتابنا وخلصنا. يعني مصر على كتب الكتاب؟ يا ستي انا مصر انه نتزوج بدون عرس. شرحت لك وضعي. بس هي مشكلتك مو مشكلتي. يا ست رانيا انا اولادي كبار واولاد حماي كتار، والله بيجرسوني. طيب انا شو بدي اقول للعالم والناس؟ شو بدي اقول للبابا؟ شو بدك تقولي له؟ عم نتزوج على سنة الله ورسوله. هيك بالسرقة؟ لا، طالما زواج رسمي ما عاد سرقة. طالما جواز بالسر معناته سرقة. أنا مين بده يضمن لي حقي إذا دريوا مرتك وولادك وأجبروك إنك تطلقني؟ يا ستي بإذن الله كل هالشي ما حيصير. وقل لك شغلة، إذا بسن زمان ما أعلننا زواجنا اضربيني بابوجي عتيقة. بصراحة أنا بعد ما اتطلقت من جوزي ما عاد لي ثقة بالرجال، لأنه هداك عمل لي من البحر طحينة. لا وفجأة تجوز علي ووحدة أكبر مني كمان. لأنه حمار. ولحتى ما صير حمارة وارتمى مرة تانية بدي أضمن مستقبلي. يا ستي شو اللي بيضمن لك مستقبلك؟ أنا حاضر. وقبل كتب الكتاب؟ المفروض بعد كتب الكتاب. بركي غيرت رأيك بعد ما نكتب الكتاب. صدقيني قلت لك مالي ثقة بالرجال. اصلا انا قد صار لي بعرفك، جوزي قعدت معه 6 سنين وبالاخير رماني. بوعدك اني انسى انسى ابو يوسف. خلاص خلينا هيك اصدقاء، هيك احسن. لك شو اصدقاء اذا ما تزوجتك بموت؟ سلامة عمرك. بس خلاص هيك احسن. يا ستي قبل ما نكتب الكتاب امري شو اللي بدك اياه؟ بدي تكتب لي بيت باسمي وتحط لي رصيد بالبنك. ألف طلب مثل هالطلب. بس مو أي بيت، وما تحط لي 50,000 وتقلي هذا رصيدك. أنت عندي ب50,000؟ لك ملاييني هي كلها تحت رجليكي. أبو يوسف لا تزعل مني، بتعرفني قديش بحبك، بس والله الدنيا ما لها أمان. يا ستي أمرك، بكرة مننزل مندور على المكاتب العقارية. أنا شايفة بيت بيطير العقل وسعره مو كتير غالي. غالي رخيص أنا تحت أمرك، ما بيغلى عليك شيء. إن شاء الله بيسلم لي هالوش. تفضلي. أدون هاي كل العيلة مجموعة هلا. في حدا ناقص؟ شوفوا كلياتكم كبيركم وصغيركم ركزوا لي افكاركم منيحة، كل واحد منكم ينبش ذاكرته نبش ويطالع كل شيء فيها هلا. شو اللي بدك يا ابو جمال؟ شوفوا بدي اياكم تتذكروا كل شيء ماري معكم مشاكل بالمدرسة بالشارع بالحارة لك حتى بالبيت حوالي البيت وأم من كان، طالعوا كل شيء متمشكلين مع حدا متخانقين مع حدا، حدا متحمض لكم حدا مهددكم أي شيء أي شيء. ناصر مو من هذيك المرة سألتنا هالسؤال. مزبوط عنايات، بس هلأ هيك في براسي شغلات جديدة، يعني في مستشدات. شوفوا بابا لا تقولوا أبوكم خرف، بدنا نسأل حالنا مليون سؤال حتى نوصل للحقيقة بالأخير. ها طيب إيوه وصال. أنت مثلا طلع فيني شوف عيني بعينك سبق ضرب شي حدا كف بوكس بالكندرة لأنه زعجك بالشارع مثلا؟ أنا؟ إيه أنتي. طيب مو ضربتي يعني مصرخة عليه بالشارع سببتي؟ لا أبدا أبدا. يعني ما صدف مرة بالشارع حدا لاحقك حدا ملطشك وأنتي مطنشي لك بابا؟ لك هي بتصير كل يوم، يعني قلت ولاد حرام بالشارع هلأ فجأة صارت بلد كلها مع حسن سلوك لعمة. بابا أنا يعني إذا بالنسبة إلي أنا اللي بلطشني ما برد عليه بالحكي، بعمل حالي مو سمعانته وبمشي بطريقي. يعني ما صار شي بنوب؟ بنوب 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 بابا بنوب 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 أبدا. ها إيه بابا بنوب. وانتي؟ أنا؟